سيكون مطل. عنديش كل الاشياء بتضل مفتوحة، كل الدرف، كل الجرير، بس الجون يكون وبفل وبتركها مفتوحة. شو العقدة ما فهمنا؟ ها ليكو هاي، شو العامل النفسي انه صار لي 20 سنة بسكر وراك الدرف؟ خلي فليت؟ عشو عم تصور؟ لا على اساس انه انت فليت؟ على اساس بس تفل بتسكر؟ هلا لأن عم صور عم تسكر. لا ما دايما بسكر. لا ابدا مش مزبوط. انت مش عم تتبني. ايه مزبوط. مين قدك مع كارين سليم. مساء الخير، مساء النور، اشتقت لكم. كتار بيسألوني شو سر رشاقتي، بقول لهم لأنه بضل راكدة ورا جوزي جوني عم سكر من وراه. كانوا يقولوا انه الزلمة بيفتح بيت بس ما كنت عارفة انه بيتركه مفتوح. غريبين الرجال هن بحبهم للجوارير. انتو شايفين شي مرة مثلا جرور الرجال كيف شكله؟ مثلت برميودا. جرور والرجال مثل المقعد الوراني بسيارة المرة، كل شي بتلاقوا فيه. تتوقع تفتح جرور تلاقي فيه مثلا كلسات، شطاط، تيب داخلية، وكمان بتلاقي فيه لمبات، مثلا بتبقى لمبة بعلبتها وحطتها بالجرور لأنه بيجي وقتها بيصير هيك لما بتحترق شي لمبة بحط لمبة بدالها، بتصير تريا من بعد كم شهر مثل طابة الديسكو. شو كمان فيكم تلاقوا بالجرور؟ بتلاقوا مفاتيح بيت أو مكتب قديم مخليهم لأنه بركة فجأة بنص الليل بدق التليفون بيقوم بفيق بسرعة وبيرد وبقول ألو، بيقول له ألو معك سعيد، أنا ساكن بالبيت اللي أنت كنت ساكن فيه من 20 سنة وانزربنا برا البيت. قلت بركي بيطلع معك نسخة عن المفتاح، بيقوم بيروح جوني تترا ساعت على جروره وبيطلع المفتاح وبيروح بأنقذهم. وهون أنا فيق على رواق بسكر الجرور وبرجع بنام. شو كمان بتلاقي بالجرور الرجالة؟ بتلاقي كتيبات إرشادات، هول المنيو يعني كيف تجمع مثلا اشياء اصلا ببق عنا اياها. هيداك النهار مثلا شفت عنده ارشادات كيف بيشتغل الدي في دي يا جماعه، انه دي في دي، الدي في دي ما بينكب. ليه؟ انه اخر مره حضرنا شيء كان عليه بروس ويلس لما كان عنده شعر بعتقد. رجال ما فيهم يظهروا من الغرض، يعني ما بيقدروا يكبوا شيء اكيد الا مشاعرك وتعبك لما تعمل له كفتة ويقول لك إنها ناشفة، هيدا غير موضوع. بس الرجال غريبين كيف بحبوا يحتفظوا بكل شيء بلاقوه. مثلا عندهم عملات ما بقى موجودة، بتلاقوا مثلا عندهم وراق الميت ليرة مثلا، أو مخبى فرانك فرنسي عطيه عمه لما إجا من فرنسا ب88، أو مثلا بتلاقوا براغي. ايه براغي لما ركب الغسالة وطلع معه انه في 25 برغي زيادة ما استعملون من وقتها بغسل انا على ايدي. رح قلكن ليه. اول مرة جرب الغسالة اجا لعندي جوني هيك قال لي هيك والتعاصي على وجهه، قال لي ما اشتغلت. رحت لشوفه انا الغسالة جديدة جايبينها، قلت له جوني حبيبي هاي غسالة، هاي غسالة يا حياتي، هيدي مش جرور، يعني بس نفتحها شو لازم نعمل؟ نسكرها. برافو عليك. بس هيدي شغلة منيحة للمرأة انه يكون جوزها ما بيسكر شي ورا، هيك بتعرفي اذا كان مخبش عليك. لانه اذا مرة هيك شفتيه مسكر جرور ورا وخايف عليه دغري روحي افتحيه، رح تلاقي صورتها، رح تلاقي تليفونه التاني اللي بيحكيها منه أنا عم خبرك. فاللي عندها رجال بيخلي كل شيء مفتوح قدامها، تبوس إيدها وجه وظهر، لأنه مين قدك أنت عم بتسكري ورا وهو تارك كل شيء ورا مفتوح.
لكن اللي عم يسألوا ليه الاستوديو وراي مضوء أخضر، مش لأنه نضال حاب يعمل لي سوربريز ويضوي لي الاستوديو أخضر لأنه أحلى لون بالنسبة لإلي، أبداً، لأنه صرنا بشهر أيار وهذا الشهر مخصص للصحة النفسية، فنحن حبينا نوجه تحية ونضوي حلقتنا الليلة بس بلون الأخضر. حلقة جديدة من مين عدك؟ أول فقرة بحلقتنا لليلة رح نتعرف فيها على صانع محتوى بجملة بالصدفة صار ترند وحقق حلمه، ملايين بتابعوه حتى اللي انتقدوه ساهموا بشهرته وانتشاره. واو جايز، خطيرة ومرسومة رسم دكتور بيوتي بجيبة، إذا فيك تجيبة سمير الهاشم من قدك. هاي اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. دكتور بيوتي او سمير؟ هلا لقب دكتور بيوتي بس اسمي سمير الهاشم. خبرنا اول شيء رحلتك مع التيك توك. اول شيء بدي اسالك شو سر جمالك؟ اسم الله كسر الدنيا. مرسومه رسم خطيره من الاخر. مرسومه رسم خطيره هي بتنطبق بس علي. انت كنت نايم حلمت فيي طلعت فيها للجمله صح؟ حقق حلم اليوم شفتك. ويه شو خطيره. خبرنا رحلتك مع التيك توك. اليوم مثل اي حدا بيطمح ليوصل للشهره، ثابت انا بحب كثير كل شيء في بيوتي، جمال ابداع بحب، وانا عم بتعلم طب بس بعدي ما مخلص، حابب انه اكيد تصير ان شاء الله بس خلص، عم بعمل هلا خلصت طب عام بدي فوت هلا اختصاص تجميل ان شاء الله. يعني انت عم تدرس؟ عم بدرس بعدي ما مخلص ان شاء الله. أوكي. بدي اعمل تجميل واولادي عندي خبره يعني بالمواضيع وبحب الجمال وبتابعه وكمان وما رح يوقف شغلك اسم الله اذا عملت عمل حكيم تجميل. صح انا يعني بحب الجمال كثير. المهم كنا هيك قاعدين وهيك قلت انا ليش ما يعني شفت التيك توك هلا ضارب وقتها وهيك، قلت لما بعمل شيء انه ضمن شيء اللي انا بحبه. طلعت فكره انه سمي البيج دكتور بيوتي، يعني انا عم بدرس طب، واول شيء اللي خطر على بالي انه اسال البنت شو سر جمالك. دائما انه شو سر انه هيدا دائما استعملها بكل شيء، يعني مثلا الفنان اللي بيغني اساله شو سر جمال صوتك، شو سر نجاحك، شو سر جمالك، بكل شيء انه اقدر استخدمها. سو نزلت اول مره على الطريق عملت مع بنت كان عفوي كثير ولقيتها هيك قلت خليني اسالها بعدني نازل جديد، سالتها قلت لها بدي اسالك شو سر جمالك، انا وقعت تقول لي لا ما تصورني ومين انت وهيك، دغري قالت لي ما انت لقطتها بالمحل المظبوط، مزبوط يعني مسكت لها المفتاح. صح هي حلوة. شو سر جمالك؟ مستقبل ابدا البنات ما بحبوا، مين ما بحب الجمال يعني بتعرفي وهن غرامهم البنات يعني. طب عطوك اسرارهم ولا؟ عطوني اسرارهم. وحده قالت لي من بابي ومامي، هذا اول سر. بابي ومامي جاب الفيديو دغري 7 مليون هي ورا هالكلمه. واو. بس قالت لي من بابي ومامي. جات سألتها قلت لها اسم الله عيونك كثير حلوين. ايه. عم قالت لي اذا انت شايف عيوني حلوين انا شايف كلني حلوه. هيدا الجواب ما كانت قليله. منا قليله. ايه منا قليله. سو هالجواب اللي هي ضربتني فيه طلع يعني 7 مليون وبلشت ضلتني مسابقه. وبلشت هلا الحمد لله عم طلع معي فنانين ونجوم. طلعت معي الفنانه الذهبيه نوال الزغبي. سالناها كمان شو سر جمالها شو سر جمال صوتها. طلعنا هيفا وهب الديفا. طلعنا كثير ناس فنانين زياد برجي نادر الأتات كمان عم نسألهم شو سر جمال صوتهم يعني كونهم بالفان يعني دائما شو سر بيستخدمها كل شيء. أوكي. وضربت معي كلمه بالغلط اللي هي بنفس الفيديو هذا اللي كنا عم نحكي عنه، قلت لها يعني لا شعوريا قلت لها بس قالت لي انه اذا انت شايف عيوني انا شايف كلني حلوه، قلت لها واو جايز خطيره مرسومه رسم. شو قلت هالكلمه صارت هي التريد مارك اذا بدنا تبعوا لك. اوكي مزبوط. لقيت دغري بتعرفي بحبوا ينتقدوا العالم نزل لي نكت لبنانيز دغري فيديو لإلي انه واو جايز خطيره مرسومه رسم. طيب سمير بدي اسالك شوي معلي يعني بدي اخذ شوي الحديث على اطار ثاني، التيك توك صار كوميونتي صح؟ اوكي. ونحن عم نشوف مؤخرا شو عم ينحكى عن تيك توك وشو صار على تيك توك، ومش هيدا الشيء ما صار بس بلبنان، عم بيصير بعده دول بين العالم، ومثل كانه الناس انهزوا يعني مثل هيك اجتهم صدمة. صح صدمة. صح مزبوط. يعني كله بيحكي 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 بينصح بس هالمرة شفنا الحقيقة قدام عيوننا، قصص مخفية كانت وقصص مخفية وقصص مزبوط. بتخوف مزبوط. قديش عم بتجرب انت تخلي اسمك نظيف
خاصة إنه أنت رح تصير طبيب وهيدي مسؤولية ومنها مسحة وهيدي مهنة للحياة. مزبوط أكيد. هلا أنا صراحة بالمحتوى تاني ما بختلط مع عالم. يعني دائما تيك توك في ناس بتختلط مع بعض، أكيد مش كل العالم مثل بعضها، بس واحد بس بده يختلط بده ينقي رفقاته ويعرف، يعني لو بالتيك توك في رفقة مثل ما شفنا نحن أصلا اللي صار هاي آخر فترة، هن فرقة مع بعض رفقة وانتشرت عليهم صيت يمكن مش منيح، يا أنهم كانوا عم يشوفوا الشغل مش منيح بحق مش بحق هو حق حقيقة. سو أنا لا دائما مشغول يعني دائما أنا بالي بس بشغله بتصويري بالفن تاعي، يعني أنا أوريدي فنان كمان، أنا بغني وعمل 4 أغاني و4 كليبات وهلا حضرت غنية جديدة وصورتها كليب عنوانها خطيرة ومرسومة رسم. يعني أخذت الجملة. أخذت الجملة، يعني أنت تيك توكر وفنان. فنان مزبوط ودكتور، وانا بنقابه الفنانين عضو عامل، اخذها اهم وحده بالنقابه. شو بتعمل بقى؟ بترش مي مثل اللاية؟ لا كل شيء اشتغل، كل شيء عم بعمل. بسم الله عليك. حلو. طب مين قال لك صوتك حلو؟ هات لنشوف. صوتي حلو صراحه، كثير قالوا لي صوتي حلو. طب انا رح اقول لك اذا صوتك حلو او لا. غني لك؟ يلا. بتغني؟ قصيرة ومرسومة. خلص يلا. أغني لي غنية كثير حلوة. شو؟ لوائل جسار خليني ذكرى جميلة عندك. ياي شو حلوة هالغنية. ايه أنا بحب وائل جسار. وأنا بحبه كثير لوائل، بوجه له تحية أكيد. يلا. لو عشت بعدي وبعدي بعدي جيت وحبيت ويبقى افتكرني واحكي عني مهما كنت نسيت، خليني ذكرى جميلة عندك واوعى تنسى زمان، خليني ذكرى جميلة عندك واوعى تنسى زمان، ما تقولش حبي وقت عدى ويوم خلاص عشناه، قول اللي حبي حبي غالي بس هي حياة، ويبقى افتكرني بكلمة حلوة تنسي قلب القار، ويبقى افتكرني بكلمة حلوة تنسي قلب القار، خلي الفراق أجمل فراق في دنيا العاشقين، وإن حد سألك عني قوله كنا أوفى اتنين، واللي كان حبيبي وكان حياتي وعشرة ليها سنين. واو جايز. واو معلو ما في طاقة علقان بالعجقة عجت سارة والله. طيب خبرنا أكثر هيك بالتفصيل، 4 أغاني صح. فيديو كليب لأغنية. مزبوط. إنتاج مين؟ كلمات مين؟ ألحان صح. مين؟ أنا عملت هلا أغنية اسمها عنوانها قلت لي خطيرة ومرسومة رسم، هي من كلمات وألحان المبدع الشاعر مصطفى زمزم وتوزيع المايسترو زاهر حرب وتسجيل واستديو ميكس وماسترينج أنور مكاوي كمان موزع. والكليب مين؟ اخراج مين؟ اخراج محمود رمزي. اوكي. وكان كمان كمان كفكره وهيك كمان المخرج بسام الترك اللي بيكون هو قرايبتي جوز اختي. صحيح. وصورناه ببالمز ليجند. عملنا كليب كثير حلو كثير مهضوم بيلبق للغنيه، والغنيه كلها حياه يعني خارج رقص خارج رقص خارج نايتات كثير. وان شاء الله يعني ترند يعني باذن الله. ان شاء الله يا رب. طيب انا صار لي قد ايه هذا يقول لي صار لي شي 8-9 دقائق عم حاوره وبعد ما سألني السؤال. شو سر جمالك؟ لا. طيب شو سر جمالك؟ هات لنشوف. فيني اعمل مقدمة؟ ايه تفضل. يلا على الميكرو. على الميكرو؟ جايز شفت وحدة ما بعرف إذا هي نجمة من نجوم السما بس باين عليها خطيرة كثير ومرسومة رسم. هو جايز هاي؟ واو جايز نقزت. في نسألك شو سر جمالك؟ يا الله على السؤال جايز قد ايه خطيرة قد ايه رسمي رسم. يا الله على هالسؤال اللي ما كنت متوقعته ابدا ولا ما انتبهت لك انك وراي عن جد. سوري نقصتك؟ لا بسيطة معلش. فيني اقول لك شغلة؟ ولا. انت مش بس مرسومة رسم، منحوتي نحت بسم الله خطيرة. نستي لا ما تشوي دخيلك. ما بدك جاوبك شو سر جمالي؟ رح ارجع لنعومي. ايه خلي احسن. سر جمالي هو حبي،
أنا بحب العالم كله، ما بحقد على حدا، والمحبة اللي متشع من قلبي بتشع على وجهي. واو جايز خطيرة عن جد، دزقته. عرفتن هون؟ خلص عرفناهم، ايه هدول اللي هيك. شو عرفتن هون؟ بدنا نتشكرك كثير، بدنا نتشكر وجودك معنا، وبدنا نتمنى لك كل الخير، وإن شاء الله يا رب عطول يكون في بكل الدومينات بالحياة، في العاطل وفي المنيح، وإنه نجمل هيدا أكبر غلط، وإن شاء الله يا رب عطول يكون في تيك توكرز مزبوط بعالمنا العربي وبلبنان خاصة ببيض الوجه. أهلا وسهلا فيك، كثير عليك. أهلا وسهلا بصوت فيك، فيك. خطيرة ومرسومة رسم سمير الهاشم. شكرا. بس تكون الطفولة مجروحة وموجوعة بأبشع وأخبث مرض السرطان، بس هالخبيث ما قدر يحرم الطفولة تضل تحلم وتتمنى. لارا تمنت وحلمت، وبالتعاون مع جمعية تمنى لارا تحقق حلمها. تمنى مع مريم، مين قدك؟ هاي مريم. هاي كريم، كيفنا اليوم؟ أنا منيحة، أنت كيف؟ خبرينا عن لارا أكثر لنتعرف عليها وعلى حلمها. لارا هي صبية عمرها 18 سنة، تقريباً من سنتين عرفت إنه عندها الكانسر، ومن سنتين لهلأ بشكل متواصل عم تتعالج جرعات علاج كيماوي، وعم تمرق بأوقات كتير صعبة وبوجع كتير صعب، ولكن هالشي ما منعها من حلمها، أو إذا بدك ما منعها إنه تواصل تحلم. لأنه أول شيء قالت لي إياه لارا وقت التقيت فيها، قالت لي أنا مش هلأ قررت إنه أنا عبالي شوف ملحم زين، أنا حلمي إني شوفه من كتير زمان، من أنا وصغيرة بتسمع أغاني وبتحب أغاني وبيعطوها فرح وأمل لأنه تكفي. يعني لارا حابة تشوف ملحم زين. صح هيدا هو كان حلمها. هي تمنت وجمعية تمنى حققت لحلمها. هالأحلام هالأمنيات إنها تتحقق عن جد ترفع معنوياته للمريض. نحن بنعرف إنه النفسية كتير بتأثر بحيالها مرض، حالة على فكرة مش بس بمرض السرطان، بحيالها مرض. وبدي خبرك سر كمان، لأنه لارا قبل ما توصل على التصوير كانت بجلسة علاج كيماوي وشدت على حالها كتير، يعني بالعادة كانت عم تخبرنا إما إنه هي بتخلص العلاج وبتغري على التخت، لأنه بتكون تعرف قديل يعني الوجع والتعب وصعوبة هالمواد اللي عم تدخل على الجسم، فشدت على حالها لحتى تقدر تلتقي بملحم زين. ومثل ما شفتي كانت عم بتخبر قد ايه هي بتحب اغاني، قد ايه بيأثروا فيها، وتحديدا اغنيه يلي هي ضلت حكي، كل ما تحس حالها زعلانه وتعبانه داون وداون بتسمعها فبتضحك. الله يشفيها يا رب، الله يشفيها. بس اللقاء عن جد كان كتير حلو كريم، كان كتير ايجابي، كان مليان حب وفرح وامل. عذبهم؟ بدي اشوف اذا ملحم زين عذب جمعية تمنى. لا ابدا، عن جد هو بجنن ابو علي، عن جد انا يعني ما كنت بوجه له تحيه كثير كبيره لملحم زين. مريم انت اللي تواصلتي معه صح؟ ابدا ما عذبني، تواصلنا مع ملحم زين ودغري عن جد بالفعل دغري لبى، مع انه كان كثير معجوق وعم بحضر لاغاني جديده، فرحنا والانابل ستوديو. واللي ما بيعرف ملحم شخصيا، ملحم كثير شخص متواضع كثير عن جد، فاللقاء كان كثير كثير حلو، وكان هيك كانه عائله قاعدين مع بعض. على فكره ملحم من ايام سوبر ستار لليوم، يعني من قد ايه صار اللي بعرفه لليوم، والنجومية اللي حاطت فيه وهالصوت الرائع وكذا، بعده ملحم مثل ما هو. صح، ما تغير. من الفنانين القليل اللي ما تغيروا، الطيبة بجوات قلبه موجودة. أنا بحييك كتير ملحم، وبحبك كتير واشتقت لك كتير. شو رأيك نشوف اللقاء؟ يلا يلا. سنتيا تعودت كل جمعة شوفك، وكل جمعة مع حلم جديد وأمنية جديدة بدنا نحققها. هالجمعة حلم مين رح نحقق؟ حلم لارا، وبدها تشوف الأستاذ ملحم زين. هالقد بتحبه لملحم؟ كثير كثير بتحبه، وأنتو خليتوا هيدا الشيء يصير، وأنا كثير مبسوطة وهي محمسة كثير. محمسين كثير لنشوف شو. يلا رح توصل. يلا ثانكس. هالجمعة مقدر لحلم لارا إنه يتحقق. لارا صبية عمرها 19 سنة، عرفت من سنتين إنها مصابة بالسرطان، بس هالشي ما منعها تحلم بلقاء نجمها المفضل ملحم زين. هل
كيفك؟ ماشي الحال. تمام؟ طمنين عنك. الحمد لله. بخير؟ ماشي الحال. قولي لي بتحبيني كثير مبروك؟ ايه كثير. حبيبتي ان شاء الله بتضلي بخير. وانت بخير يا رب. خليلي قلبي. خليني ارتاح. انبسطت شفتك، تفضل. لانه لارا عبالك خبرك قصص كثير. يلا. هلا كانت عم تخبرني، عم بتقول لي هي من قبل ما تمرض حلمة. سلامة قلبها وروحها. الله يسلمك يا رب. أنا بس شفتك كمان صار عندي أمل إنه يا رب يا رب إن شاء الله إن شاء الله. كنت عم تقولي لي إنه ملحم زين تحديداً من بين كل الفنانين بتحب تشوفيه لسبب، خبري. إنه حتى لو بعيد ولا مرة شايفتك، بس بحس إنه أنت إنسان غير الباقيين. تسلميلي، خليلي قلبك الطاهر، أنت ما في مثلك. وإن شاء الله برجع بقول لك إن شاء الله الأمور بتكون بخير، وإن شاء الله أنا أكون سبب هيك بأمل إنك تضلي عم تقاتلي وتضلي قوية. لارا شو الغنية لملحم زين بتعطيكي أمل؟ هي تضلي تحكي. أجدد وحدة تضلي تحكي، هي كثير غنية إيجابية. إيه. نغني لك إياها؟ يلا. بتغنيها معه بس. يلا. جربي. قلبي بيضحك من جوا لما تكوني فرحانة، ودقاته تقولي علوا عمري ما شوفك زعلانة، وضلت حاكي ضلت حاكي عيونك ما خلقت للبكي، بحطك ع جرحي بيطيب ما بيسوى عمري بلاك. بوعدك بحفلة. اها كنت عم قلها تحت قبل ما بوعدك بحفلة حلوة تيجي تحضريها وتنبسطي ان شاء الله. هلا جاي الصيف اكيد، هو وعد رسمي بالصيف جاي. هلا عندنا حفلات حلوه ان شاء الله بخبركم، وبت انا ولارا منا تجوا انتوا وياها ان شاء الله. ان شاء الله. اهلا وسهلا فيك. ميرسي. اللقاء مع ملحم كان طويل، ولارا خبرته كثير اخبار عن حياتها، ولكن خفت عنه حقيقه انها كانت بجلسه علاج كيماوي مباشره قبل التوجه للقائه. بس الاكيد انه هاللقاء خفف الوجع وخلى لارا تعطي نصيحه لكل شخص عم بحارب المرض. ايه انه الواحد ما يفكر حاله اذا مريض انه هو وقفت الدنيا، لا بالعكس. الواحد بس يمرض بصير عنده حياه زياده، بصير عنده مثلا معارف زياده. وبعدين ما يفكر انه المرض خلص وقفت الدنيا، بالعكس. هذا المرض هو شيء مش سلبي، انه بخلي الواحد من هو وصغير يكون قوي. فعلا هالإنسانية العالية الموجودة عند ملحم، على أمل نشوفه ضيفنا شنهار ببرنامج ايه من قدك أكيد، ونحتفل فيه وتحقق لي حلمي أنا كمان. ما قلت له على فكرة ملحم خارج التصوير هيدا هيك يعني خلف الكواليس، عزمنا على حفلة أنا ولارا وكل فريق العمل يلي كلنا عم نشتغل، وهيدا كان وعد منه يعني. فأنت معزومة معنا. مش أنا معزومة معكم، ما بتروحوا إذا ما رحت. خلص معنا أنت. أنا إنه أنت عم تتكرم علي، أنت مش رح تروح. بلاكي ما منروح. بلاكي ما يعني. بلاك ليست. وكمان في شغلة غير إنه ملحم متواضع، لاحظت عليه كمان ملحم خجول. صحيح. يعني كان مش هيك ما بيطلع بمقابلات كثير ملحم، لأنه كثير خجول وما بحب يحكي. صحيح. بس هيك طلع في قربة بينه وبين لارا. ايه طلعوا هيك جيران اهل ملحم، جيران مع اهل لارا، فكانت يعني اهليه بمحليه. ايه كانت اهليه بمحليه القصه. خبرينا قد ايه لارا انبسطت، قد ايه هيدا اللقاء هيك عطيها، شو قالت لك ورا الكواليس، يعني قد ايه هيك عطتها بوش. كنت عم خبرك انه لارا قبل ما توصل على التصوير كانت بجلسه علاج، نسيت كل الوجع يلي مرقت فيه. فعلا تأكدت قد ايه انه الحالة النفسية بتنعكس على الحالة الجسدية. فلت كتير مبسوطة، فلت عندها أمل، فلت عم تحلم أكتر، عم تحلم ببكرة. ووجهت رسالة كمان لكل الأطفال أو حتى الراشدين يلي عم بيعانوا من مرض سواء كان الكانسر أو غيره، انه يبقوا عم يحلموا. أكيد. شو مخبيتي لنا لجمعة الجاي؟ كل مرة بدك تزعبري ما حقلك. بلا لا. ما رح تقولي لي؟ لا ما رح اقول لك، بس بقول لك انه شيء حلو. ضغوطي رح مارس نفوذي عليكي واجبرك تقولي لي. انا بعرفك ديمقراطيه. طيب يلا اوكي. فللجمعه الجايه بس بوعدك انه شيء كثير حلو كمان.
شكرا كثير لك، ميرسي لك مريم. لارا نحن بنحبك كثير، ان شاء الله يا رب الشفاء التام. مشاهدينا رح نتوقف بريك صغير ومنكمل. ريتا كاميلوس مين قدك؟ يلا نغني. اهلا وسهلا فيك يا حلوه. ميرسي. ثانك يو كارين. اهلا فيك وبالجمهور. وبدنا اكيد نتشكر فريد بجاني اللي قريتها بالعربي قبل. فينا نخبر اللي على الكيبورد، اكيد بدي اخبر المشاهدين على القصه اللي صارت معنا. عم نحضر التصوير وكذا، قلت انا براسي يا الله حرام هالصبي، ليش اهله مسمينه فرد؟ شو عامل لحاله لحياته لاهله مسمينه فرد؟ فانا ما إلي عين قل لهم إنه اسمه فرد بالجاني. قامت ريتا هون قالت لي فرد فرد كاتبين لي إياها بالعربي. أهلا وسهلا فيك وشكرا لإلك. ريتا حضرتك اشتركتي بذا فويس بال 2018، كنت مزبوط. من فريق النجم عاصر الحلاني، خبرينا عن هيدي التجربة العظيمة المغنية on all levels. من وين بدي بلش؟ عن جد يعني The Voice كانت تجربة ما بتنتسى بحياتي، تجربة علمتني كثير واستفدت منها كثير. أول شيء بلش وقت قدمت، بلشت الخبرية بالحظ، يعني هيك إنه حبيت فوت أقدم، ما كنت متوقعة يعني إنه أوصل، وما كنت عارفة شو معقول تكون النتيجة. كنت بوقتها بفرقة بالجامعة وكنت غني معهم، و قدمت لانه كثير شجعوني اعضاء الفرقه يلي كانوا معي بوقتها، وبوجه لهم تحيه هلا كلهم. وفتنا على ذا فويس، ومرحله بعد مرحله وصلت للعروض المباشره، وفعلا كانت تجربه كثير حلوه ووصلتني للي انا فيه اليوم. غنيتي بالاجنبي بوقتها صح؟ صح صح. اوكي طيب خبرينا، وصلتني باللي انا فيه اليوم، اللي انا فيه اليوم ما هو؟ من 2018 لليوم العالم ولبنان بالاخص مرق بظروف كثير، من ثوره لكوفيد لكله، يعني كانت فتره it was very challenging. بس بالرغم من هيدا الشيء قدرت اني احافظ على نوع من اسم بالسوق. الحمد لله. اكيد واكيد هيدا الشيء من وراء السوشيال ميديا، ومن وراء قديش نحن على السوشيال ميديا قدرنا انه نضل على تواصل مع كل العالم. واللي وصلت له انا اليوم هو اني انا عندي بعد فرقه موسيقيه، صار عندك باند صح؟ ايه مزبوط. بتعملوا بتحيوا حفلات هون وبرا؟ مزبوط مزبوط. اوكي. ايام الجامعه بس كنت قبل ذا فويس الباند يلي كنت فيها كمان كنا نشارك بكثير ايفنتس ضمن لبنان وبرات لبنان. هي ليه على طول ليه على طول الباندات بيفرطوا؟ عندي هال العتب والزعل، يمكن مش انت بس وورد وايد اهم بندات بالعالم اللي عملوا غيروا التاريخ قليل اللي بقيوا. عم نحكي بس كثير بندات كانت كثير قويه اجتها ايام عز. مزبوط. بتلاحظي وبيفرطوا لانه كل واحد بده يروح يغني لوحده. صح صح. هلا انا الباند اللي كنت فيها كنت انا لحالي غني، يعني ما كان في كذا حدا بغني، هو كان في حدا بغني شرقي، حدا بغني غربي، سافا. أوكي. بس بالنهايه نحن كنا ضمن نطاق جامعه، وكنا يعني بارت من الميوزك كلوب بالجامعه يلي كنت أوكي. فيها، سو انه ما كنا حنقدر نكفي اكثر من هيك. بس الشيء الحلو هو انه انا هلا الفرقه الموسيقيه يلي معها بعدهم الاشخاص هن من الباند يلي كنا فيها بالجامعه. اوكي. سو ضلينا سوا. وبعدنا لهلا يعني بنعمل ايفنتس، بنعمل حفلات. طيب امتين رح يصير عندك اغاني خاصه؟ مثل ما قلت لك قبل شوي. نعم. على الظروف الصعبه يلي قطعنا فيها، لما البنوك يبقى يفرجونا عن مالنا العام، لما ما بعرف تصير عجيبه الهيه كونيه يعني يلا هي ان شاء الله خير. صح ان شاء الله خير. اكيد هلا هي فكره الغنيه الخاصه شوي اكثر بعد ابعد من جاست هيدا الكونسترينت يلي هو الفاينانسز. هي لانه مش كثير سهل الواحد اول شيء دغري يلاقي اللحن المناسب، الكلام المناسب، البرودكشن المناسب، كل هدول التفاصيل. ليتس سي موجوده، بتفضليها عربي او اجنبي؟ هلا اكيد بفضل انه ما زال انا عايشه بالوطن العربي، والحمد لله انه
قدرت درب صوتي بطريقه انه كمان اقدر غني عربي مثل ما بغني غربي. اكيد بحب اعملها بالعربي، ولحد هلا يعني في محكة وفي بلانز سون. يا نصيحه مني وانا صار لي عمر بهذا الدومين وبحاور حورت اهم مطربين بالوطن العربي، بليز ما تعملي غنية غير ما تكون حلوه. في كتير أصوات بنسمعها كتير حلوة، ما بعرف ليه شو بيصير لهم، شو بيمشي بدماغهم، أي نوع من السيلز طب يقتنعوا إنه هالغنية حلوة وبيعملوها وبتفشل، وغنية ورا غنية وغنية ورا غنية يحبطون ما بيعودوا بيكملوا. اختاري شيء حلو بيلبق ليك، يكون ناعم، يكون بيلقط 100%. انا ذا فاكت انه كثير هلا انا بعمل كفرز وبنزلهم على السوشيال ميديا، على ماي انستغرام بيج، فيسبوك وتيك توك، هو لانه مثل عم بعمل تيست بالفولورز تبعي بالماركت اكزاكتلي شوف وين الانترست اكثر، شو الستايل. واللي بيشوف الاغاني اللي بعملها كفرز اكثريتهم اغاني قديمه من الزمن الحلو، اذا بدك الزمن يلي انا ربيت عليه بس كنت انا اصغر، الاغاني الحلوه. هلا هي من كل عقله عم تقول لي الزمن الحلو، يعني الزمن نانسي عجرم، انا الزمن الحلو عندي عبد الحليم، لو بشوفه شو كبرت ما بدي بابا، بدي بابا بدي. ريتا كاميلوس وفريد بجاني، شكرا كثير لكم، شفناك اليوم عم تغنينا لنانسي عجرم، ان شاء الله المره الجايه بتكونوا اغاني لك. شكرا كثير لك ريتا، ومين قدك. ميرسي بوكو. لأنه التاريخ أبداً مش مادة جافة، ولا فقط أخبار صارت من الماضي، وبهالفقرة رح نتعرف على عادات وأخبار كتير قصص بتجمعنا كشعوب عربية مع دكتور روني خليل، وتعالوا نشوف شو بيجمعنا. مين قدك؟ شوفي أنا مسلح بسلاح الأبيض. ليه؟ شو ناوي على الخير شكلك؟ ولايف على الهواء. هيدا مسنون منيح حقيقته كمان. ما جافو مورير سرسان. لأنه اللي ما بده يعرف صراحة بدي استخدم القوة. كارين. طيب في شو مثل... قصة السكينة؟ إما تنشوف إذا بتعرفي، في مثل له علاقة بالخبزة. شو؟ وبقص الخبزة بالنص، شو معناته هيدا مثلاً؟ نشوف. عطيه خبزك للخباز لو أكل نصه. صحيح صحيح. شو شاطرة، شو شعلة، أنا شعلة من الذكاء، شعلة، يعني هيدا المثل مش سمعينه بحياتنا ولا مرة. طب ليكي مثل بينطبق علي أنا كمان بذات السياق، إذا بدك تحكي عن أستاذ تاريخ شاطر، مين بتفكري بأول شيء دغري؟ أنت. أعطيه خبزك للخباز لو أكل نصه، دغري. طيب شو قصته هيدا المثل وشو بيجمعنا؟ هيدا المثل أول شيء هو مثل عربي. سوري، لبناني، فلسطيني، مصري، واكيد نحن الامثال هي رمزيه اكثر ما هي حقيقه تاريخيه، بس لانه لها دلالات اجتماعيه، لها دلالات ممكن اخلاقيه، لها دلالات وطنيه وغيرها، كل مثل حسب. هذا المثل بيقول انه صاحب فرن ختيار ما عنده الا بس مدامته كانت تساعده بالفرن، وعنده شاب كان يشتغل معه، فبيطلب منه، قال له انا رح اعطيك الفرن وانت بس بدي منك كل يوم تعطيني 4 أرغفة من الخبز، هيدا بس يعني مثل اجار او تعويض. ف بلش بالاول هيدا الشاب على هيدا المنوال، يعني كل يوم يعطيه 4 أرغفة، الى ان هونك نهار قال لشو 4، خلص 2 بزياده عليه. فمشي له 2. وهيدا الزلم الختيار عنده كان محل يبيع دجاج منه، فهون كمان نهار راح لعنده تيشتري دجاج، لقي ما عنده دجاج، كل الدجاجات ما في ابدا بالبراد، ولا ساله قال له ليش ما بقى عندك دجاج؟ قال له يا ابني انت كنت تعطينا 4 أرغفة، نحن ناكل 2 و2 نقسمهم نفتتهم ونعطيهم للدجاجات، فصرت تعطينا 2 صاروا بس يكفونا، وبالتالي صاروا يموتوا دجاجة ورا الثانية.
اوكي. من هون وقتها طلع المثل او رمزيه المثل، اعطيه خبزك للخباز لو اكل نصه، لانه هو بحاجه للاستمراريه. صحيح. اوكي. وهيدا المثل اليوم بينطبق على اي شخص صاحب مهنه جيده، على اي اعلاميه مثل حضرتك عندها الخبره. وانا كمان بنوه عن جد ولي الشرف اني اكون ضيفك، لانه كثير من التعليقات اللي اجت وكثير من الناس اللي مشتاقين انه يرجعوا يشوفوكي، وهلا اني هيدي فرصه كمان لانه لهالمواضيع الحلوه فعلا. ولك سلامات كثير كبيره، كثير كثير كمان. جار قبل الدار. هيدا المثل كمان له رمزيه اجتماعيه. بعدنا لحد اليوم لا اوكي خلص لا نوب. هيدا كان من قبل لما كان الجار خفيف مهضوم يسأل، هلا صار الجار لا أعمم طبعا ثقيل، ثقيل الدم، حشور، إذا بتصف محله بالباركينج بيعمل معك مشكال. صح. بس إنه ما بيمنع تخبرنا قصته للمثل، يلا جو أهد. المثل بيقول إنه أحد الأشخاص ضاقت به الأيام والزمان، يعني صار مضطر إنه يبيع بيته، وهو بيعرف إنه بيته يستحق فقط 500 دينار. عرض البيت بألف، مين ما يجي لعنده يقول له أنت كتير مغلي البيت، هو أصلاً بخمسمية، ودل فترة طويلة ما يقدر يبيع البيت، إلى أن هونك نهار جاره إجا لعنده قال له يا زلمة أنت أما أكون منطقي شوي عقلاني إنه بيتك ما بيستاهل هالقد، قال له يا جار أنا عم بيع البيت وعم بيعك أنت كمان معه، بمعنى إنه أنت جيرتك حدي ما بتتمن، مشان هيك مغلى سعر البيت، مغلى سعر البيت لأنه أنت كنت حدي بأيام المناسبة والعصيبة أبيعه إياها يعني بالضبط. أوكي. فساعتها بيقوم بدينه مصاري، قال له ما أنا حدك بكل الظروف. وهون أهمية فعلا الجار قبل الدار، ومنشان هيك كمان في أمثال كثيرة مرافقة لهالمثل هيدا، بنقولها بالدارج اليوم جارك قبل خيك أو بهالمعنى هيدا. طيب و لاحظت إني ماني موافقتك الرأي. صحيح حسيت. لا بس ما أنا جاري يعني ليتس سي إنه ما بدنا نظلم إنه أنا ما عندي جيران منيح، لما بعرفهم أنجأ بعرف ثلاثة أربعة منهم. صرنا كثير هيك على فكرة، الجيران ما بقى يحكوا مع بعضهم مثل ما كانوا قبل. قبل كانت البنايه كلها بتعرف كلها، هلا لكل العالم اللي نقلوا جديد قليل ما يكون في هال عرفت؟ العلاقات الاجتماعيه علاقات ايه. خلينا نحكي عن ام الصبي، ما هي ام الصبي مثل كثير يتداول حتى اليوم، اكان يمكن مجال السياسي بنسمع بالاخبار او او حتى بالمجال الاجتماعي كمان. ام الصبي هي روايه كمان اكيد تشبيهيه، انه نساء اثنين اختلفوا على ولد، وحده تقول هيدا ابني، وحده تقول لا ما انا ابن ام انا امه انا مخلفته انا، الى ان قالت له طيب احسن شيء بنروح لعند القاضي هو بيحكم. راحوا لعند القاضي ونظرا لذكائه قال لهم احسن شيء بنقسم الصبي بالنص، وهيك كل وحده بتاخذ شقفه. الام الحقيقيه صرخت لانه قلبها على ابنها، قالت له لا دخيلك اعطيها الصبي وانا بتنازل عنه. فساعتها عرف القاضي مين امه المضبوطه. فنحن اليوم بس نقول انا ام الصبي، يعني انا المهتم اكثر بهال، انا اللي بتنازل عن حقوقي كرمال ذا جريتر جود. صح صح. طيب منحوس منحوس او لك يمكن للشعب اللبناني هيدا او شو بعرفني وضعنا ما بعرف يعني او الشعب العربي عموما حتى يعني بقضايانا العربيه. ليك الشعب اللبناني خلينا ما احكي السياسه، ما رح يعجبون ما رح يعجبون شو رح اقول. اوكي تزرع بتحصد ما صحيح. اوكي طيب شو المنحوس منحوس؟ المنحوس كان في بي تاجر عنده ثلاث اولاد، واحد من اولاده كان حظه دائما سيء وكل العالم تقول له ليش ابنك هيدا ابنك الصغير ما ماشي حاله، شو ما اشتغل ما بينجح وشو ما عمل ما عم بيطلع مصاري. فهونك نهار بيقول له واحد قال له جرب انت اعطيه اياهم بطريقه غير مباشره، وبالفعل بيقوم البي بحط له على الطريق سره مصاري ذهب، تا هو وقاطع
تاني نهار يلاقيهم لانه بيعرف انه هو الفجر بده يروح يصلي. فتاني نهار رايح هذا الشاب المنحوس على الصلاه، طلع من بيته ورايح على المسجد. هلا ثابت رافق هو صديق له، بيقوم بيقول له، قال له بتشارط اني انا بعرف اوصل للجامع انا ومغمض العينين؟ بيقوم هيك بيصير، قام هداك يعصب له عينيه وهن ومرقين على الطريق. رفيقه شاف هالمصاري اخذهم، وصل على الجامع ورجع، وصل على البيت وما لقى في شيء تغير ابدا. البيل هالصبي بعده مثل ما هو. ساعتها قال لهم ابني منحوس منحوس، لو حطوا بدربه الفلوس او لو دولوا الفينو في زيتك. شو بدنا نعمل لك؟ هيك هيدا حظك. الموضوع في إنا، الموضوع في إنا كمان يتداوى اليوم بمناطقنا العربية، معناتها فيها وما فيها القصة. كمان يحكى إنه ملك كان عنده مستشار له وكان على علاقة وطيدة هوية، وهونك نهار أراد إنه يتخلص من المستشار. قال لك المستشار خليني أهرب قبل ما يقتلني. يحو السكين كمان بعد. بس أنا ما فهمت الرزات لشو. أجي مثل أجي بعد شوي صغيرة. العز للرز والبرغ وشن حاله. العز للرز. إيه. تنكمل عن ال. لأنه فبيهرب. بعد فترة بيقول الملك للكاتب، والكاتب كان بيعرف كثير منيح اللغة العربية وكمان بيعرف انه المستشار يتقن اللغة العربية بطريقة جيدة. بيقوم بيقول له، قال له خليه يرجع المستشار، وهو الحاكم كان قاصد انه يرجع تيقتله تيذبحه تيتخلص منه. فبيقوم بيبعث له رسالة هذا الكاتب للمستشار بيقول له إن شاء الله، بشدد له على الإن يعني. لمن المستشار قري هالإن عرف انه فيها في إن. في ايه بيقوم بيجاوبه كمان قال له أن أطيع، أو أن يعني بمعنى أنه رح لبي. أوكي. فساعتها فهم كمان الكاتب أنه فهم عليه أنه ما تجي، لأنه كان عتلين هم لو قال له إن شاء الله تعالى عنا والأمير أو الملك سيعفي عنك، كان إجا وكان ذبحه. فرد عليه كمان بالتشديد النون، وهيك فهم أنه ما رح يجي ومشيت من وقتها. الموضوع في إنا اللي هي الشده. اوكي. يعني البرغل ليه بده يشنق حاله بعدين؟ ليش معبيه هالقد يا زلمه؟ انه بعرفك كريم. كريم بس بس انه شو بدي اعمل فيها هيدي مثلا؟ حملي ايه؟ مثلا. أوكي. هو هيك صار كمان تقريبا. ايه العز للرز والبرغل شنق حاله. حرام، مع انه هلا صار البرغل مقبول سعره مثل الرز اجتماعيا. ايه وصو طيب كثير، فينا نعمل فيه كثير قصص. صح. ليه شنق حاله؟ رجال مجوز نساء اثنين، وكل وحده بيستاهل. ايه فكل وحده عم بتغنجه من ميل، وكل وحده بتعمل له الطبخه الطيبه من ميل، وهو بحب اثنين، بحب الرز وبحب البرغل. فهونيك نهار اثنينهم تقصدوا يعملوا له، وحده تعمل له الرز وحده تعمل له البرغل. فقعد لهالطاوله هيك وصار محتار هو شو بياكل، بياكل رز بياكل برغل، هو بحب اثنين. فاخر شيء بيقوم بياكل رز، مع انه البرغل فيه بتعرفي فيه مطيبات اكثر، مرته هديك الثانيه عملت له اشياء معه والى اخره. وساعتها بتقول لها بتنغم عليها يعني المرا للثانيه، العز للرز والبرغل شنق حاله. فهيدي اليوم نحن بنستخدمها كمان ببعض الامثال هيك الشعبيه. طبعا نحن بنرجع نقول هيدي امثال مش معناتها صايره حقيقه، ولكن رمزيه وبتجسد كثير من الواقع اللي بعيشه on daily basis الانسان. صح صح. ومنشان هيك بعدنا بنستخدمها لكثير، بنشبه فيها يعني. صحيح. اي مثل وبنتنقلها من جيل لجيل. صحيح. وهي كمان تراث، تراث معنوي منه مادي يعني غير ملموس، وهي ثقافه وموجودة بكل دول العالم يعني. هيدا منه شيء ومن ذاكرتنا ومن ثقافتنا ومن خاصة بهيدي المنطقة بالذات. دكتور روني خليل، أستاذ محاضر بالجامعة اللبنانية، شكرا جزيلا لك. مين قدي؟ مشاهدينا رح نكمل حلقة الليلة من مين قدك بس بعد البريك. حلقتنا والليلة من الهند. ليليان نجم ما غلطت بس قررت تروح على مصدر الجمال الروحاني عن جد والحقيقي،
وتلحق الترند اللي هلا ضاربه على كل وسائل التواصل الاجتماعي وخاصه على تيك توك. هاي ليليان. هلو يا عمي، وينك؟ منك بالاستوديو معنا اليوم؟ لو بتعرفي انا وين يا كرون. طلعوا حلقتين لمين قدك. صرت مراسله للبروجرام وطرت على الهند. بالهند؟ احكيكي من الهند. حلقه الماضي حكينا كنا بكوريا، هلا صرت بالهند لانه هلا صار في ترند كله عم بيعمل ترانزيشن للميك اب على غنيه من 2001 وهلا نازله كاسحه السوق. فهلا انا مراسله لهونيك. طيب خبرينا شو الاوضاع. ضاع بومبا بومبا بومبا، ومين قدك ضاجي جدني البروجرام. يعني هلا ما بعرف جمعة الجاي ان شاء الله اكون معك بالاستوديو، ما يطلبوني على غير بلد. كلهم عندهم ترندات بس ما حدا عنده ليليان. انا عم راقبك على مواقع التواصل الاجتماعي الانستغرام وتيك توك، فيديوهاتك ضاربين على الاخر. خبرينا. هيدا شيء كتير حلو، مرسي كارين. وفيديوهاتي ضاربين على الاخر ثانكس جاد، لانه عم ساعد الست ببيتها كيف تلبي امورها. يعني ما عم بتفلسف عليها وروح اشتري هاي وروح اشتري هاي، من الحوادث اللي عندها اياه هون انا عم بلبيها بالبيت. اذا مقطوعه من شيء دغري دغري بلبيها. كيفني معك؟ كلنا عم نتابع على مواقع التواصل ليليان، فيديوهات كتير بيطلعوا لخلطات بيخلطوها بالبيت، يعني من حوادر البيت وبحطوها على وجههم، وهذا الشيء معقول يعمل لهم حساسيه كثير. يعني مش شو ما كان يعني موجود بالبيت نحن فينا نحطه على وجهنا، لانه ممكن يعمل اريتاسيون، ممكن يعملنا قصه مشكله كبيره. شو رايك انت؟ لا، اول شيء انا ما بطلع وبحكي عن الخلطات، انا بحكي اكثر على الميك اب. بس الخلطات مثل ما قلتي، في خلطات بتكون كثير سميكه وبتحطيها على هالوجه وبتكبيها على وجهك وبيفقع الوجه، بيصير كل حبة فيها القد. صح. مش كل شيء خلطات بتزبط على الوجه، مش كل شيء فينا ناكله منخلطه ومنحطه على وجهنا ما بتزبط، حسب نوع البشرة. لا. صحيح صحيح. طب خبرينا شو هن أو شو الترند للميك أب لربيع أو وصيف 2024؟ 2024 ترند الميك اب، الميك اب نو ميك اب، يعني الميك اب السيمبل، مش كتير ولا الشطحه ولا الرمش اللي عم بيرف مدري قد ايه، كثير سيمبل، تكون جلوي وتكون هي ما تتغير. يعني مثل ما بقول انا، لميك اب بخلي وجهك نجم وعلى طبيعته، نجم وعلى طبيعته، يعني تضل المراه على طبيعتها. ما بدنا تفوت على البيت وجوزها ما يعرفها. في ستات بيعملوا ميك اب بتفوت على البيت ما بيعرفها جوزها. طيب شو هن اهم ستبس فينا نعملهم للميك اب هيك يكون بسيط وناعم؟ يعني شو اهم اشياء؟ الحمره، ماسكارا، تا، شو هن؟ كثير سهله. بتحطي الكريم تبعولك، فيك تحطي بودر كومباكت، بلاش، ماسكارا، بتمشطي حواجبك وحمرتك وبتظهري من هالبيت، ما بدها هالقد. طيب بالهند، محل ما حضرتك موجوده هلا او عم تستمتعي، خبرينا شو اهم ترندات هلا الترند بالهند. بدك تعملي الميك اب وتعملي ترانزيشن عليها وتحطي الحلق وتحطي الكوليات هالقد وتعملي هيك وتعملي هيك وتعملي هيك، بتصيري غير وجه بالمره. كنا بكوريا على صرنا بالهند، بتكوني انت بتعملي هيك بتصير غير وحده. بدي وصيك على شيء، بما انك حضرتك بالهند وما بدي اخذ من وقتك بقى كثير، بدي تجيبي لي اثنين ساري، واحد لونه ذهبي وواحد لونه فضي، بتزبط؟ اوكي، ما بدك شيء ساق؟ طيب ساق؟ ايه ليش لا؟ شو؟ نحطه على هالارض نحن وقاعدين وتقوم القيامة علينا مثل ما صاير هلا. ايه مزبوط مزبوط، مثل هول الاثنين حطوا سكان الارمسات على الارض وقامت ارمس منعتهم انهم يشتروا ارمس بحياتهم وصاروا مشهورين وصار كل العالم تعرفون. اي ساك بدك جيب لك معي ونحطه على الارض وبلحظه انا وياك بنصير مشهورين عالميا من ورا ساك الارمس. طيب خلاص بقول لك انطلقي 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 في الهند، روحي وانطلقي ليليان نجم ولا غلطة. مين قدك؟ شكرا لك. لمين بدنا نقول الليلة بتستاهل العشرة على عشرة وبتفوق؟
10 على 10 للدكتور جوسلين سيسين. بمين قدك؟ اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك كريم. دكتور، يعني اول شيء نحن بنفتخر فيك كثير، حضرتك كامراه ناجحه جدا بالصفوف الاماميه بمحاربه كل شيء في اوبئه او امراض صحيه بلبنان، وافتحت مرضاك رح نتفصل اكثر، واصريتي تبقي بلبنان ما غادرتي بلدك، بدنا نزقف لك كثير. شكرا. دكتور جوسلين، إذا بدنا نرجع نعرف المشاهدين فيك أكثر، حضرتك طبيبة؟ أنا طبيبة أمراض داخلية وأمراض رئة. صحيح، يعني بوقت كورونا كنت بالصفوف الأمامية. صحيح. وشفناكي، وبدنا نرجع نحن وياكي لهالفترة العصيبة اللي كلنا عشناها، بس عن جد مش كتار بيعرفوا الأطباء قد إيه عانوا، ما بيعرفوا on a personal level قد يتحملوا ببيوتهم، قد يتحملوا مع عيالهم مع اولادهم، فهيدي مرحله كانت بشعه اذا فينا نقول صعبه. خبرينا اول شيء قد قطع مرحله ما شفتي فيها زوجك اللي بدي اقول له هاي دكتور روبير. القلب بينبض دكتور روبير على فكره. طبيب القلب اكيد المعروف بلبنان كمان اللي بنفتخر فيه، وتهنيتكم اطباء. هو بيخلي لي كمان قلبي يضل ينبض صراحه. هو بيخلي لي قلبي يضل ينبض. خبرينا قد ايه ضليتي وقت ما قدرتي تشوفي او تتفادي زوجك وابنك؟ اول فتره هي كانت فتره صعبه. اول شيء زوجي كان من الناس اللي عم بيطالبوا انه انا وقف شغل يعني تيحميني من هالجائحه، فانا اكيد طبعا رفضت وقلت ما بدي اخذل مرضاي بهيدي الفتره وتابعت الشغل. كان في عندي خوف كثير كبير واحساس بالذنب انه انا اذا لقطت كورونا اذا بدي اعدي زوجي او ابني، وكيف بده يكون رده فعل زوجي اذا انصاب بالكورونا، هل رح يخلص مش رح يخلص. كان صراحه كان اذا بدك كابوس لإلي، ما كنت عم بعرف اخذ قرار. بدنا نقول للعالم انه بوقت اول كورونا عم نحكي، يعني بوقت اول كورونا كنا بعد ما بنعرف شو هي كورونا. صح. كنا الوراق الكلينكس نطهرون. صح. هالقد كنا عايشين بخوف وبرعب، وكانت ببدايات يعني مش انه الناس امرار بتحب تخفف من وطئه الامور اوقات. صح. او بتنسى، بس نحن باول ويف راح كثير عالم اول اوفر ذا وورلد، وكانوا الاطباء ما بيعرفوا. نحن كاطباء كنا مش عارفين العلاجات شو الفعال وشو المش فعال. صحيح. كيف فينا نشفي المرضى؟ هل اكيد رح نشفيهم؟ هل رح اكيد نخلصهم؟ يعني كانت فتره فيها كثير علامات استفهام وكثير فيها خوف كمان لنحن كاطباء يعني. بس بدي اقول لك شغله، انه انا عن جد من انا وصغير كنت احب اعمل طبيبه، وحس انه يعني الطب فيه عمل بطوله، ولكن حقيقه اختبرت هالعمل البطوله بفتره جائحه كورونا. حسيت عن جد انه نحن عم نعمل عمل بطوله، لانه نحن كنا بدنا مضطرين نوقف حد حالنا وحد مرضانا يلي بالوقت عيالهم ما يقدروا يكونوا موجودين حدهم. سو هيدي فترة كتير صعبة، بس أنا بالنسبة لي كانت فترة كتير حلوة بنفس الوقت. يعني أنا أوقات بخجل أقول إنه فترة كورونا كانت فترة ما بنسيها، لأنه صار في إذا بدك كنا عم نحكم بس كورونا، يعني أكترية العالم اللي عم تسخن كانت على التليفون تسيسر أمورها، ما نشوف بالمستشفيات إلا المرضى الكورونا التعبانين. سو صار في علاقة إذا بدك كتير وطيدة وخاصة بيننا وبين المريض، كانوا يتعلقوا فينا ونتعلق فيهم. كنا يعني خاصة إنه أهلهم لا فيهم يشوفوا أهلهم، ما فيهم يشوفوا حدا يشوفهم. سو أنا كنت أتحمس ثاني يوم قوم روح شوف المريض كيف صار، اتطورت حالته للأحسن. يعني كان في حماس وكان في علاقة حلوة مع المريض. مرة طلعت مع الزميلة ماجي عون على التي في، وكنت مباشرة على الهواء من غرفة الطوارئ العناية الفائقة، وكنت عم تفقدوا شخص ورا شخص، مريض ورا مريض، وكنت عم تبكي على الهواء. صحيح. قديش على الصعيد الشخصي والنفسي ومع هاي العلاقة اللي بعدك عم تحكي عنها، انه صار في علاقة وطيدة بينك وبين المريض، أثرت عليك لهلأ؟
ليك بوقتها ما كانت هينة ابدا، بوقتها كنا حتى مش بس عم نفقد مرضانا، كان في زملاء بالمستشفى كانت حياتهم بخطر. هذا الشيء ما نحن بالنهاية إنسان، يعني الناس يمكن بيفكروا نحن منتجرد من المشاعر، بس ما نحن كمان شخص بيخاف يعني بيشعر بالخوف، بيشعر بالقلق. كنا خايفين، ما بشعر أنه أنا كان يعني ما بخفي أنه كنت كتير خايفة، وبنفس الوقت ما فيني أتراجع، وهذا الشعور كان كتير صعب. وبتشوفي الناس حواليك أوقات عم تخسريهم وما قدرت تقدم المساعدة مثل ما بتقدميها بغير أمراض، لأنه بتكوني أكيدة من علاجك. فإيه يعني إذا بدك كانت مشاعر القلق تنتابنا وتخلينا نكون حساسين أكثر ونبكي بسهولة أكثر. أكيد تحت الضغط، يعني الواحد تحت الضغط والتعب والإرهاق وكل شيء بده الإنسان يفرط بالآخر يعني. طيب ابنك هيدا المعادلة كان له الحصة الأكبر من كان خايف عليك كتير؟ كتير كتير. اللي كان ابني كان يتلفن لي يقول لي ماما، يبعث لي صوري يقول لي ماما تأكدي انك لابسه بهالطريقه، حتى ما يعني بده هي وونتس تو ميك شور انه انا لبسه التياب مثل ما لازم حتى ما القت كورونا. بس اجي على البيت يتاكد انه يعني عامله كل شيء مزبوط، يجي حرام بده يسلم علي يقول له ماما بليز روح انطرني باوضتك حتى اتحمم وخلص والبس تياب جديد واجي لعندك. يعني اوقات كنت ارجع ما اقدر اشوفه حتى، يعني اوقات كون ارجع كثير مأخره يكون هو نايم ويرجع انا يبلش عندي اذا بدك نهار ثاني رد على الناس على التليفونات يلي الناس ما قدرت تجي، كانت على التليفون كنا عم نحكمها نضل الوحده تنتين ثلاثه بالليل اوقات نرد على التليفونات حتى نقدر نساعد الناس ببيوتها. ما بتعرفيها صح. على الفيديو كول صح. طب معلش، يعني انا ام وعندي عائلة وعندي أولاد، وكان بهيدي الفترة بكورونا أول ما بلشت وقفت كل شيء وما عدنا نروح على الشغل، وقلت أنا لو شو ما بده يصير مش رح روح قبل ما شوي الأمور نعرف عنا أكتر. شو الله جبرك تروح تحط حالك بهالقد ما كان خطر؟ وزوجك نفس الشيء، ما بدنا ننسى كمان انه اثنيناتكم بشيء ما عنا معرفه whatsoever عنه كنا بوقتها، وكان وعم بتشوفي الموت بعيونك، مش انه مثلا هيك عم بخبروكي إيه؟ عم بتشوفيهم اهلهم ما عم يجوا يدفنون. شو الله جبرك بالحف بيجي لعندك بقى شو الله جبرك قولي لي رسالتي ما فيي، هيدي رسالتي ما بقدر ابدا ما اديها، يعني ما فيني كنت اتقاعس او انسحب بهيدي الفتره، مش مقبول يعني كنت انه انسحب. انا حد مرضاي بالاوقات الصعبه واوقات المنيحه، يعني مش وقت الصعب وقت بدي خاف على حالي انا بدي روح وخاف واتركهم هن لحالهم مثل بالبحر عم يغرق وبتقولي له انا في ساعدك بس انا خايفه على حالي، مش ممكن. حالي اثرت فيك كثير ما بتنسيها لليوم، خلينا نقول حالة شفاء، خلينا نقول نعطي هيك شيء بوزيتيف، يعني حالة كانت ميؤوس منها واصلة للخلص وربنا أكيد ومعك أنت شفاء. ما بقدر أقول لك قديه كان عندها gratefulness بهالفترة، قديه كان عندها هيك امتنان كبير. كان في عندي محامي منه كبير بالعمر، يعني عمره بالثلاثينات، وكان مصاب بنسبة 90% على الرواية، ووضعه جدا جدا تعبان وعنده بنتين صغار. إذا بدك هيدا الشخص عيشني على أعصابي، كنت عن جد كيف بتحاربي بتقولي بدي شيله من الموت، يعني كرمال مش بس كرماله كرمال أولاده. والحمد لله يعني بعد 15 يوم رجع على بيته، بعده لهلا هديك اليوم بيحكيني مريض بيقول لي تعرفت على شخص أنت خلصتي له حياته من الموت، قلت له مين؟ قال لي فلان فلاني، مني ناسي اسمه، يعني بتذكر الحالة تبعيته وقد ايه هو لهلا ممنون، يعني اكيد بده يكون ممنون. كثير ناس خلصناها، اذا بدك كل حالة كانت خاصة، لكن الحالات اللي اثروا فيه اكثر هن الكم شخص اللي خسرناهم حقيقة، اللي ما قدرنا نخلصهم، اللي بفترة الكورونا الأشخاص اللي جسمهم منيح ومنهم كبار بالعمر وما عندهم أمراض فكروا حالهم بيقدروا يقاوموا الكورونا بهذيك الفترة، فكانوا يتأخروا تيجوا على المستشفى. وبتعرفي بوقت الكورونا بس تقطعي عدد أيام معينة خلص بتصير ستورم بالجسم
وما بقعد فيك تهدي. حفظناه للدرس. حفظناه للدرس. حفظناه للدرس. خلص. طيب في كتير ناس طلعوا معك على الفيديو كول كانوا يعملوا بانيك اتاك لايف هن وعم بيحكوا معك، لأنه الخوف على فكرة في ناس ماتت من الخوف قد ما الكورتيزول طلع معهم. فيعملوا ونحن على فكرة مدوينا الاستوديو اليوم باللون الأخضر لأنه ماي هو منتل هيلث اويرنس للشهرة التوعية للصحة النفسية. فأدي كمان أنا وعارفة كنت لبست أخضر اليوم. يلا بس لابق لك الروز. لابق لك الروز. نحن حبينا نعمل تحية بهالحلقة على فكرة لكل لهيدا الموضوع اللي لازم ينحكى فيه ضروري كثير. المنتل هيلث كثير مهم. كثير مهم. أنت كمان عملت بوقت من الأوقات طبيبة نفسية لهالمرضى. كان بدهم دعم نفسي مش طبيعي، يعني كان بدهم المريض يسمع على التليفون إنه أنت رح تصح ما تخاف أنا حدك. هيدي الجملة كانت كافية لأن عن جد نساعده يتخطى هالمرحلة الصعبة. كثير مهم كان الدعم النفسي. طيب كثير مهم. إذا بدنا نحكي عن مرحلة ما بعد كورونا، هلأ نحن العالم نسيت مثل العادة. هلأ الناس بتقلك بعد في كورونا؟ لا ما أنت بدك تنتبه على شغلة، هن الناس ما بيجنسوا، بس هن الناس نسوا اللي قتلون واللي سرقون واللي دبحون، مش رح ينسوا الكورونا يا شيخة. ما بعدهم عم بي بعدهم عم بيزقفونهم وعم بيدافعوا عنهم. طب مرحلة ما بعد كورونا هلأ بعدنا عم نشوف حالات صعبة كتير مرعبة يعني خلاص؟ لا كتير قليل، لحسن الحظ انه كتير قليل. منفوت بعض الناس على المستشفى بعدنا بيكونوا بحاجة انه يفوتوا على المستشفى من جراء الإصابة، ولكن بيكونوا يعني بتكون استشفى قصير، المدة قصيرة، العلاج بيتفاعلوا مع العلاج بطريقة إيجابية أسرع. أكترية الناس بتتعالج ببيتها صارت الحمد لله. رح أسألك سؤال سري. أخذت الفاكسان؟ إيه أخذته ثلاثة. بدي أنا أسألك سؤال، أنت بتعتقدي نحن عايشين طبيعي هيك اليوم بفضل شو؟ يا عمي ما كسرونا من مقاديفنا يا شيخة. بفضل المناعة الجماعية اللي عملناها بفضل الفاكسان وبفضل الإصابات أكيد اللي صارت. طيب يعني والهلا القصص عم بيقولوها عن الفاكسان والتجلطات وسكتة القلب. سألي دكتور يعني ما أنه غريب عنك، جوزك عندك ولد وكذا، مجوزين صلكم كذا سنة، سألي كيف نزلت لعنده هيك هيك. أنت أخذت الفاكسان؟ نعم. واللي هلا عم بيحكوا عنه ليك بوقتها الفاكسان هيداك حكى انه بيعمل جلطات وما عاد انعطى للعالم، يعني نحن كفينا نعطي غير انواع من الفاكسان وهلا خلص راح من بس انا اخذ الاسترا، يعني اللي اخذ استرا خلص بس قطع يموت. لا قطع خلص راح مفعوله يعني. ايه طيب ما زالك هون وانت دكتور وانا بس اطلقط بحكي، ما اصلا بيهربوا مني الحكمه، بس عارفه انه كريم بالصالون بيهربوا. قد ايه بيضل بالجسم الفاكسان؟ لا الفاكسان ما بيضل كتير بالجسم، يعني مش مسألة أشهر، مش هيك نحن في بوست كان بيعملوا يعني دوز رابيل حتى ترجع تعلي المناعة على هالفيروس لحتى إذا أصبنا فيها ما نتضايق كتير أو حتى نعمل مناعة جماعية يعني. فخلص الفاكسان بدنا ننسى أمره يعني، ما بقى نحن نعاني من عوارض جانبية لأنه آخر فاكسان أخذناه أكثر من سنة. هلأ مثلاً هلأ كيف بعمل هيك؟ هيك على الورقة بس هي نسيان. لكن نسيان نحن عنا نعمة هلا كنت تشكروها لكورونا، بس مش الفاكسان اللي بيعمل نسيان، هي الإصابة بكورونا أثبتت علميا أنه بتعمل بتأثر على اللي انصاب اللي عمل كورونا اللي انصاب صح. سو ما بدنا نحط الحق على الفاكسان بقدر ما بدنا نحط الحق على الإصابة. الإصابة أثبتت علميا أنه بتأثر نورولوجيكمون على الذاكرة. أنا صرنا كلنا مثل بعضنا، كلنا بننسى بنفس الطريقة صح. أنا وياك اليوم بدنا نوجه والمشاهدين والجمهور تحية لكل الأشخاص، لعيال كل الأشخاص اللي فقدوا أحبابهم بكورونا. بدنا نوجه تحية كبيرة للطاقم الطب اللبناني اللي عن جد كان بيرفع الراس، عن جد كنتوا بترفعوا الراس. ترفعوا الراس كلكم، يعني الأطباء، الممرضين، الممرضات، المسعفين، الصليب الأحمر، الدفاع المدني، كل الأشخاص، كل القطاع حقيقة، كل القطاع عن جد كان بيرفع الراس. شكرا كثير كثير لوجودك معنا الليله. ها طلعي شفتي كيف بتطلع؟ شو؟ من النسيان بقول لي نضال. كريم ما بقى تطلعي على الورقه بقول له نضال مصابه بالنسيان. ها
دكتور جوسلين ساسين بتستاهلي العشرة على عشرة. بدي أوقف لك، شكرا كثير لإلك. ثانك يو، ثانك يو سو ماتش. مشاهدينا رح نتوقف مع بريك، من بعدها بنرجع لمين قدك.